أما اليوم الأمناء العامون للاتحاد العام للعمال الجزائريين بولاية الجزائر بوقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد بشارع محمد بلوزدان، وذلك للضغط على سيدي سعيد ودفعه لمغادرة قيادة أكبر تنظيم عمالي في الجزائر. جينا اليوم جينا باش سيدي سعيد ديجاجي يروح هو وجماعته، ينمر من الحقرة، ينمر الخدامة، مرفدوهم، جوعوهم، قتلوهم، ينمر ينمر سيدي سعيد ديجاج. سامعنا كاع هنا، حنا ماناش نطالبوا بالحقوق، انا طالبوا بالراحل، اللي يجي يعطينا حقنا، ما طالبوش هادو يعطونا حقنا، اللي يجي نطالبوا بهم بالراحل، حنا ملعوبين على الاستمارات خدامين، ملعوبين على الاستمارات، حنا طالبوا بالراحل. حنا في هذا المنبر نوجه رسالة لا لتدويل القضية، حنا زيتنا في دقيقنا، حنا جزائريين، لا لتدويل ولا للتمديد. إنسان سيد عم سادي عندهم تاريخ أسود، هذا الإنسان عنده تاريخ أسود، منذ السيد عبد الحق بن حمود رحمه الله، السيد اللي مات عند الباب هذه، شاهد الواجب، شاهد الواجب. الانسان هذا من يمثل الشهيد هذا؟ جات العصابه هذه السولات، السولات على المقر، المقر هذا عنده تاريخ، اصبحت نجاسه هنا.